طيب قولي لي يا نورهان، لو قلت 510 هل دي قابلة للقسم على الخمسة؟ ايوه، أيوة. ليه بقى يا نورهان؟ انها بدأت بالصفر. لأنها بدأت بالصفر، وإحنا قلنا إمتى العدد يقبل القسم على الخمسة؟ لو كان الآحاد صفر او خمسة. لو كان الأحاد صفر أو خمسة. طيب لو جيت يا نورهان قلتلك 632، هل الـ 632 أقدر أقسمها على الأربعة؟ الأول بنشوف الآحاد الأحاد. والعشرات. تمام، الأحاد والعشرات هيكونوا لك 32. هل الـ 32 في جدول ضرب أربعة؟ طب قولي لي كده ثواني، كام في أربعة يدينا 32؟ أربعة في ثمانية. 4 في 8، يعني كده محتاج نجرب 632 قابلة للقسم على ايه؟ على الأربعة. تمام. طيب وقلنا كل الأعداد الزوجية بتقبل القسم على ايه يا نورهان؟ على الاثنين. على 2. طب وكنت سألتك يا أسيل المرة اللي فاتت، قلنا المضاعف لجميع الأعداد هو الصفر ولا الواحد؟ المضاعف. المضاعف اللي ينفع مع كل الأعداد الواحد، لا أصل الصفر. المضاعف، بقول مضاعف ما بقولش عامل. مضاعف لجميع ايه الأعداد، المضاعف لجميع الأعداد صفر ولا واحد؟ واحد لا صفر. ايه يا مست؟ أنا قلت المرة اللي فاتت المضاعف هو الصفر لكن العامل هو الواحد. ليه بقى؟ اشمعنى بقى المضاعف هو المضاعف هو الصفر ليه؟ لأن أنا قلت لك ضعفي الصفر، أنا عايزة مضاعفات العدد 2، فهتبدأي بصفر، 2، 4، 6، 8 وهكذا. قلت لك هاتيلي مضاعفات العدد 3، فهتقولي 0، 3، 6، 9. قلت لك هاتي مضاعفات العدد 4، يبقى 0، 4، 8، 12 وهكذا. يبقى المضاعف اللي موجود في كل الأعداد هو الصفر. المضاعف الموجود في كل عدد هو الصفر، أما العامل هو الواحد. لو جيت قلت لك هاتيلي عوامل 8، أول حاجة هتقوليها 1 في 8. هاتيلي عوامل 5، أول حاجة هتقوليها 1 في 5. إذا يبقى الصفر مضاعف، الواحد عامل. الصفر مضاعف، الواحد عامل. لما أجي أقول لكم المضاعف المشترك لجميع الأعداد هنقول الصفر، أما العامل المشترك لجميع الأعداد هنقول هو الواحد. تمام. تمام يا ميس. طب يلا يا أسيل بقى، 4 في 5. أول حاجة 4 في 5. إحنا 4 في 5. جدول هي الضرب. ميس أسئلة كده ولا كده؟ أسئلة على جدول الضرب. 20 20. تمام. 6 في 7. 6 في 7 ب 42. تمام. 5 في 8. 5 في 8 ب 40. طيب 7 في 7. 7 في 7 49. تمام. 7 في 8. 7 في 8 ب 56. تمام. 9 في 10. 90. تمام. 11 في 11. بس احنا ما غنوش جدول 11. طيب خلاص نسيبنا من جدول 11 دلوقتي، تعالي جدول 9 في 9. بـ81. تمام. 9 في 12. 9 في 12 بـ108. تمام يا أسيل، برافو عليك. يلا يا نورهان، 5 في 7. نعم يا مس. 5 في 7. ايه؟ خمسة في سبعة. خمسة في سبعة؟ أيوة. 35. تمام. 5 في 8. بـ40. 6 في 9. 6 في 9. ثواني ثواني ثواني. 6 بـ54. تمام. 7 في 7. لسه قايلة 90. سبعة في سبعة. 7 في 7.
ب49 سبعة في تمانية وأربعين 12، 7 في 12. 7 في 11 ب77 7 في 12 بقى ب84 تمام يا نورهان، تمام. طب تعالوا يلا نكمل بقى الدرس لسه ده. انا حاطه 11 و12 كمان. طيب لو قلتلك 11 في 11، 11 في 11 ب 121